حبيب قلبي اميدو صباح وينك صاحبي لبس مريقل لبس عليه الحمد لله هات لعق هذا صباح عام هاني مينك انت صباح اخي تعشق الركشة تحت الشمس معلمة مش خير من وجه ربي بالله ش عامل وينك يا هاني ش عامل انت شنو الجو يجوي بيه انا كالعاده صح فما شيء جديد ولا فما شيء كيف وقتاش ننظموا بروجرام وفازاتنا ونرجعوا لاياماتنا صح تمومو انا حاضر الفلوس موجوده وجوي احلى جو ترك حموري فين الامور ونعملوا خرجه تحفونه والله مريق 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 صح بس هنا يا صحيبي استنى نجارك هذاك اللي ديما لابس قميص وكذا الدنيا ولا هو شنو حايد شنو سرويل الجين من لوطة واحدة من فوق قمة النفاق ولا مو نافق تعودني هذا ويس كان فوق كما ايه جاري واحد مغطي ولدي اكره الله ومكروه كيفيه موسط ويبدا لي السلام عليكم وريق اخوان جاية وهذوك كيما هما كيكا كلهم ريق سلاه واحد قلت بالك عاد يفرقع بكم البلاص ترزيو فيك يعني بدا لي ريق سليم هذا كل بعد يطلع ارهابي في الاخر يفجر الروح هيكا ونترزيو فيك انت اللطف يراها في راسك تعرف يا سينا ها من اي تحياتي نعمل مشروع برشا فلوس مليارات وفواياجات اللي عند ربي مش بعيد علاش ليه دخلي معك شريك هكا هذه شركه شركه احمد و ياسين حاجه هكا ندبروا ندبر له اسم تواتينا جست نبداو بالشركه هو ربي يعرف ايش يعمل تو بلي تصور زوز كيفي انا وياك عندنا شركه في رسم برشا فلوس واقفين في الديوان نجيبوا في السلعه تو نرمال ولا تسوي كيفك على الاخر مانيش نرمال خلينا هون يز تصور لا لا استنى مش حبايبنا الشيخ هذاك واو جاري بالقميص استنى يعمل لحاي شوفوا ذيك اللي في يده شيك احلى طلعش اللي في مخي زاد والله بالرسمي بير طلعت بيره بالرسم والله تنيقت شي عجيب اللي رقم يسوس ليه وواحد والله يكرهك في الدين هكا يويلو من ربي يويلو من ربي واحد منافق شي من فيه هاي انا احكي ورا مشروعنا هاي بيسين صاحبي فهمتش هالبلاصه اش معجبك فيه والله ماي بيرفكت بليس هذي اقسم بالله خير من القاويه هاك في وجه ربي لا تخاخن لا كلام بذيء قول فيها الراجل حتى شيء تعرف يا سيانا ايوه من البارح في مخي كان المنافق والله المشهد نتاعو لا تنحى من مخي والله والله تتصورش قداش كرهته كان شدو ما كسرو كرشته يا حمد حقا ما حكيت لكش انا اش فهم زين على ذكر صحيبنا حييه عنده اخته غلبت علي صح متنقبه هنا متنقبه كيفي غلبت علي متنقبه ريت كي يقول لك راك مصدق بلي اللي مسحبك انت تحب وذكي هي شبيه اخته يجي مش رمال زينه تفلق بالزين وانا بيت فيه كيفي بالحق ماشي منقبه راهو ماشي لابسه حجاب خاطر منافق اما صاحبي لازم كي تجيب حذاء المره الجايه لازم تراه لازم نراه والله ماكش نرمال لازم حميدو هاي صفا جاوك بي الحمد لله عايش كلابيس انت جاوك بي صفا اسمعني قاعد نتبع فيها اخت الشيخ اسمع هاي العاب اخرى واجواء اخرى يا ودي ايش تحكي يا ودي يا ودي اسمعني لغدويك الاربعة بتاع العشية نتقابلوا تو تشوف على عينيك كل شيء اللي صلي عني بيه عاد هو صحيح خايف ومتنيمة ما تحكيش على أخته هكا عشان يا حميد وما انكسترش عليك برش خد بيك الأربعة تال عشرين تقابلوا تتشوف كل شيء على عينيك بابا هاي مريك الأخ شاو هاي شاو يسير البلاصة اللي جايبني ليه هذا أخت الشيخ جايبني هاي شخص لهنا تحكي بجدك يا بهيريتو باب المارون ذاك هي ديما تدخل من يجي متاكد يا سيانا خويا انا ذاك علاش قريت لك حسابك وجبت لك فيديو معاه هيا صح ثبت لي مليح هاي بوسيبل هي ولا مش هي والله هي شنو هينا الخرطره هذوما يا معلم
ما يخافوش ربي يا اخي ولا ما نعرف كي هما زنوص عليه سنة والواحد ويشوهوا في الدين ماسك يا اخوي هذاك ماسك هذاك ماسك السلام عليكم خويا السلام عليكم جيري يا لا ايش نعمل سلام عليكم انت جار قدام نحشم شكون انت جار ايش اطلع اشرب معي قهوة ونحكي مهبول انت نطلع معك انت انا برا يا ولدي برا شو حالنا حيل كثير علي شبيه يعني في بالكش برا حكش بيك ما تهبليش نحشم على راح انت واحد منافق مستعار بيك يا اخي ما تخافش من ربي ليش اجي ضافي فيهم برشا تحب تعمل حاجة ما تفهمهم ليش تحب تعمل حاجة ما تعملهاش في الشارع قدام العباد ايش ضافي فيهم برشا حكيت بالغلط ونحكي في الدار مرحبا السلام عليكم سلام لاباس ما وليت لي هكا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لاباس ما سي شبيب ثلاث جمعات تكلم فيك ما فهمش ريحتك ليه شويه لا يبتدو شنو هي هي العبالك صحيحه وغسل لك مخك ودربيك تعرفتك ديما مصدقك من قلت لك لعب لي فيها فايق نجي تعرف بالكدايه اللي انا نعرف شنو انا نعمل واللي مخي ديما فوق منه والسيد هذاك انا ظالمينه ظالمينه ما انت بالبيم اللي كيفك تعبيه وزنوس هذوكم بابا بيه بالبيم اللي كيفك حكي لك كلمتين حكي لك خرافتين سيء صدقت ورعب لك امه في زيد راكب بهيم ومصدق قلت لك خسارتها صحبتنا يا معلم يا خسارة وكهو ميسالش انت عبارة على اخويا وقول اللي تحب اما ياسين بالحق الرجل الذي ذكر انا ظلمين ما هو شكاك خليني نحكي شوية امان تكلم تكلم سيد ذكر انا ظلمين ورا الفكرة اللي مخدين عليه كلها غلط انا عمريش غريت بيك اسمع كلامي المره دي واعطيه فرصه واسمعه كما انا اعطيته فرصه وسمعت وانت تشوف كيف تعرف اللي نحن غلطين معاه برشا 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 قبل هذاك ياسين انا وياك خويه وحتى حد لو باش يفرق واضح اما اعطيني فرصه شو مره المره هذه باش نعطيك فرصه واحده مش على خاطر حد شيء على خاطر 10 دينار فرصه واحده ما فهمتش زين ناكد لك اللي انت ما تشوفش لاباس 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 مش فسرت وتقلع كنا احنا عمين متشرف يا سيسي ليه؟ انت احمد اديه عشر عمنا سنين جيلين ما شفت منه حتى كلمة عيب جزاك الله كل خير سلطر الله أخر عليش كي شفتوني انتو معي ده بس تشرف مسئلتوش عليش اللي في مخكم ديما غالب مكذب هيد في صف مكنت اما نزيدك مع هيد بس كي انو باش عليك سيد الشيخ ايه شو قلت انا كل يوم كي نشري 4-5 كيلو الشراب شكون قالك نشرب فيهم انا ناقص في ذنوب على العباد اللي كل يوم تشرب انا ذوكم عمري ما حطيته في فمي راه حرام والنهار اخر ربي يعاقب علي فهمت ولا انا ذوكم كل يوم كنروح نتنصحهم في الافابور ليه سيدي الشيخ راه فيك راجل متقي وبارك الله عليك بون ما نحبش نحكي على الاولاد أما نحب نفهم أختك اللي تطلع كل يوم الأربع تاع العشية في دار مهجورة حتى هي تبزع في الشراب زيدا أختي مشكلة في العشية حتى في الصباح تجي تمشي لها دار مهجورة كيف تقول؟ ليش نقولك راني في مخك غلط؟ أختي هذيك كل يوم تمشي لواحد مشلول يتيم مسكين أم وبو ميتين في بلدك اللي أختي طبيبة كل يوم تشرب فيه في الدواء صباح وليل وتعطي فيه في ماكلته وانت تعمل تبزع في الشراب ليه تقول لك راهي عقليتك غلطه ياسين زاد نحب نزيد تبزع اخرى هنا اخوان مش نزيد لك مع كبير تذكر عندك جمعتين جيت لك من برشا فلوس قلت لي ليه تبزع على الاخر هاي انا منين جاني الفلوس عندكم الكل ما خممتش قلت منين جابها مع احمد السيد هذا هو اللي منعني الكم خاطر دوم ما جيت حكيت له الحكايه طول ما اديه الفلوس وقال لي عام وسيد هذا يدور من دار لدار وينشر في دين الاسلام وبالحق من احسن العباد اللي قبلته في حياتي الكل راجل ناس طيبه على الاخر اسمع سيدي نحب
لك حكايه. مش معناها اي واحد يصلي معناها راهو فاسد، معناها راهو ارهابي. نحب نقول لك حكايه وديما حطها في مخك الحكايه هذه وما تنسيهاش جمله واحده. واحسن حاجه نحب تفهمها، راهو مش كل واحد يصلي معناها ارهابي.